بص، التهاني بقى عماله تيجي، ويعني وناس كتير حابه ان هي يعني تهني. ومعانا دلوقتي الفنان الجميل احمد وفيق، النجم الاهلاوي، خلينا نقول كمان صباح الخير عليك يا احمد. وقول لنا كده يعني برضو كان احساسك وقت المباراه واول ما فزنا او الجون الثاني اول ما جه. اتفضل. صباح الخير على اسياد افريقيا اولا. صباح الخير عليك يا نعوان. كريم جنبك ولا مش جنبك؟ اهو جنبي اهو موجود. وحشني يا ابو حميد، وحشني وحشني وحشني. ومليون مبروك فوز النادي الاهلي، وان شاء الله نعمل احتفاليه انا وانت على الضيق كده قريب باذن الله. لازم ان شاء الله. وانت اكتر والله. يعني مش عايز اقول لكم، انا الماتش ده اول ماتش اعمل حسابه كده، يعني قاعد بحضر له من الصبح، بقيت مش عارف اتفرج هنا ولا في البيت ولا بره. اخر رسيت ان احنا اتفرجنا كمجموعه عند المخرج صديقنا سامح عبد العزيز. طبعا. وكانت احتفاليه بطبول، يعني جوه البيت بطبول وضفوف واعلام. الله. وكان بص من احلى الايام اللي عشناها مع الاهلي، يعني دايما مفرحنا وتكبرنا ورفع راسنا دايما. كان شعورك ايه اول ما جبنا اول جول، يمكن في الدقايق الاولى خالص، وبعدين جه جول فينا ابتدى الموضوع شويه في توتر، وبعد كده الحمد لله قفش عدل يعني الموازنه مره ثانيه، فالتوتر اللي كان في النص ده كده احكي لنا كان احساسك ايه وقتها؟ احنا اول ما جبنا الجول الاولاني طبعا انا يعني طبعا شديد، يعني اللي هو بيديك الاطمئنان، بس دي طبعا لما جه الجول التعادل، الكل اللي كانوا حواليا قاعدين هو قاعد بكلم السجاده، يعني قاعد على الارض. اه والله يقولوا ايه انت بتكلم السجاده؟ قلت لهم بعمل تعويذه. اه والله يعني بتكلم نفسي بقى. وانا يعني بص اللي هو اقول يا رب، يعني انا مش عايز اخرج من مصر غير وانا فرحان. لحد ما جه قفشه بقى قفش الموضوع كله، وقام فرح كل الاهلاويه الدنيا. صحيح. بالجون الثاني ده. طب احمد، عايزينك تتوجه بكلمه لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وللجهاز الفني وللعيبه وللجمهور. انا لسه كاتب امبارح واول امبارح عن الكابتن محمود الخطيب، وحتى عندكم في القناه كان قناه المعهد الجديد. انا قلت ان شاء الله هنكسب الكاس ديت علشان نفرح الكابتن محمود الخطيب لانه يستاهل ده. طبعا. انا واحد من الجيل اللي شجع كره قدم، مش هقول شجع الاهلي بس، لا شجع كره قدم عشان شاف الكابتن محمود الخطيب وهو بيلعب. واي حد شاف الكابتن محمود الخطيب بيلعب اتسحر، يعني دي حاجه معروفه طبعا، حتى مهما كان انتمائه. اللي شاف محمود الخطيب صحيح وهو بيلعب كوره حب كره القدم وحس ان هي مش لعبه كوره، ده فن يعني. فانا بقول له الف مبروك، حقك بيرجع لك، وانت دايما طول عمرك كبير ومشرفنا يعني باخلاقك وبحضورك وبمكانتك الكبيره في افريقيا وفي العالم، رياضي مهم. والنادي الاهلي بيفتخر ان رئيسه واحد من اساطيره. بشكر لعيبه الاهلي قوي 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 قوي، لان انا عارف ان هم بيمروا بظروف صعبه واصابات كتير جدا. وفعلا هم اثبتوا ان الاهلي بمن حضر، فعلا مقوله الاهلي بمن حضر اثبتت تماما في المباراه دي. بس عايز اقول لكم بقى ان كل الجمهور الاهلي عنده امل كبير قوي بعد ربنا في موسيماني. صح. احنا كلنا كنا حاسين ان موسيماني هيعمل فرق، والجمهور الاهلي حاسس ان موسيماني ده جاي الاهلي بحب، مش جاي يشتغل يعني، ومش بيزنس ومش فلوس معروضه عليه برقم. جاي له عقد عمل في مصر فرايحين. لا، الراجل طموحاته انه يدرب الاهلي وانه ياخد معاه بطولات، وانا شايف ان دي بدايه. وبشكر كابتن موسيماني، يا ريت توصلوا السلام، ان احنا عارفين ان دي بدايه عصر من البطولات المتواصله ان شاء الله. وجود الكابتن الخطيب وفي وجودك، ويا رب يا رب يا رب تبقوا دايما فرحه الاهلي. انا فرحان جدا بيكم. كان ليك تعليق على الفيسبوك النهارده، مش عارف انت كتبته امبارح بالليل ولا النهارده الصبح، انا عن نفسي قريته النهارده الصبح عن كابتن موسيماني. ده تعليق دمه خفيف جدا، بيقول له انت خلبوس، انت جيت في زمن قياسي خدت ثلاث بطولات ولسه اللي جاي. ف انا حابب الراجل ده قوي، الراجل واضح ان هو بيحب الاهلي يعني وحابب الجمهور. فقلت له انت يعني خنبوش في ثلاث ماتشات خدت كاس افريقيا، وكتبت برضه عن بدري بانون وهو بيتطور مع الكاس ومع الميدالية. قلت له يعني ان الاهلي من جبروته ان اللي بيوقع بس معاه بنديله كاس افريقيا مكافاه توقيع.
يا رب دايما انتصارات ويا رب دايما افراح. احمد نورتنا وشرفتنا، والنور يزيد بقى لما تيجي ان شاء الله تكون معانا ضيف عزيز في حلقه من حلقات البرنامج. ان شاء الله اجي لكم قريب جدا جدا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير، كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه.